وبيك اكثر. صليك. الحمد لله. كنت تعمل في دوره في المرشي سنترال؟ لا، نخدم ومروح من البلد. نظفت اليوم البلديه الحمد لله، قمنا بالواجب نتاعنا وروحت. سالت والله خديت البارح، على فكره خديت البارح شويه خوخ مشماش ضرب 5 دينارات، ما روحت بيه لقيته مدود. لقيته مدود ما شفتوش لهنا. لا بيهديه وكاو. نحكيو اليوم على الثقة، انه كي تشري حاجة تلف تلقاها المفروض تدا حاجة معناتها يعني يمد لك كعبة تاكلها تروح للدار تلقى الكيلو اللي خذيته الكل مدود، تلوحوا في البوبال مش على الفلوس راه على المصداقية وكاو الثقة. كنت كي شريت ممكن ظهر مريقل مفرشك. أمور واضحة. كي روحت بيه للدار حليته بكعبه، بالكعبه نلقاها كله دود دود خارج زيت. الغشه نحكي اليوم. غشه قال الرسول صلى الله عليه وسلم الغشه نفى ليس من. موجوده برشا غشه في سوقنا في مواطن بيناتنا. في الاسواق برك في كل ما في كل مدى الميادين، في كل مدى الميادين موجوده في الغشه على سي بارتو. غشه قبل؟ بصفه عامه غشوني وتعدت عليا سامح لي بالكلمه. كيفاش قلت؟ برشا مش لازم انا نرجع لل من اقرب الناس من ابعد الناس من الناس الكل. هل انت من الناس اللي تعطي الثقه اليوم ال مفرطه وقلب مفتوح زياده وما ونحب الناس الكل ونحي نمشي بجديه وندخل في وسط العباد ما نحسبش وما نعملش حساب الخدعه ولا حساب حتى شيء، نمشي ندخل نصدم في المناسبات في الاحزان نلطف عليكم الاحزان في كل شيء. لكن احنا اليوم نعيشوا في مجتمع لازمك ماناش ننبهوا لكن لازمك تحتاط من كل شيء. بري بري المجتمع كما هاكي ما عندها ما تعمل كل يوم هاكي تحيي العنف العنف يدي ما عندكش فكره. نحكيو على الثقه، مش بسهل انك تعطي الثقه في الطرف المقابل ليك، مش بسهل تعطي ثقه للناس اخرى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على روحه الله يرحمه. تعرضت لعمليه تحايل قبل؟ تو انا ديجا تو متعرض لعمليه تحايل. واحد عطيت فيه الثقة وضمنت فيه وخذيه فلوس ما بالك هرب وخلاني انا حواحل في مع البنكة. انت ضمنت في شخص معناها في وث شخص لا علينا في ذكره وبينه وبين المولى صلى الله عليه وسلم. راهو قل له راهو حبوا يوصل له هاي الميساج، قل له راهو متطول تقصر باش نشدك. راهو معناها قداش المبلغ اول حاجة؟ المبلغ 9 ملايين. 9 ملايين؟ 9000 دينار. انت زوالي حدك حد شهريه، كيفاش تضمن في شخص؟ في الاساس زوالي مسكين باش يخدم على روحه. باش يحل حانوت نتاع مواد تنظيف. باش يخدم يقوي في الرسميه نتاعو حانوته. خذا الفلوس. طلبوك انت مباشره باللي نحكيو كيف؟ بيع شهر الاثنين الاولى يعني خلصوا، مش كذب على الراجل، الثاني، الثالث طلبوني، طولت المده، طلبوني قالوا لي جي راه الراجل ما جاش خلص. يا ريت براتيكمون انت مادامك ضمنت فيه انت مطالب تخلص. تبيع الضامن يخلص ملوينك. ما خممتش فيها قبل ما تصحح وقبل ما تضرب؟ في باليش انا قلت لك عاد. مش خوكو؟ اما من قيم العائله؟ لا حتى مش العائله زياده، ما جاري كيما جار السيس كيما. قديكش طيب؟ جاري والله نحكي لك بصدق والله. واش كي كلمت واش قال؟ ما قابلتوش، نقابل في خو يعمل لي ماهوش موجود هنا جمله، مره يقولنا في تبربه، مره يقولنا في ليبيا، مره في جابس، يكذب علي. شفت اللي عملته انت مثال، انت انسان طيب، انسان صالح، حبيت تعاون، ضمنت، لكن انت سامحني في الكل، اعطيته غباوه، ماهوش فجاه هوش يعمل حاجات كيف ما هكا، اكيد عمل لك حاجات قبلها. وي وفعلا. كيفاش تضمن في شخص متحرش؟ ما نعرفش راهو انسان في العمر هكاك كبير في شيخ معناها شي راجل كبير معناتها وتسول وتوسلني باش نعمل له الحكايه هذيك وقعد يبوس وتشحط وكبش فيا ويطلع. مش يتسول اما توسلك انت. توسل مش يتسول يتوسلني برشا عمان عايش خويا اللي انا قلت خويا اش بيني يا اخي انا كلب للدرجه ولا يهودي خلينا نمشي نعطيه ما عندي مش نخسر حتى شيء. تو نمشي ورقه ندفعها في البنك ونضمن فيه تك ويجبد فهمت؟ يبالك هو تحايل عليا و خو ما وقفش معاك ما قالكش نخلصه. عندي ظروفي ومدري شنو وبدا لا علينا هما توا قريب يخلصوا. ماذا بيا؟ يا اخي انت خلصتهم بالطبيعه. عندك ولاد ولا؟ عندي بني اولى بنتك راه نورمال ما تتعلم. قلت لك زوجتي متوفيه راه يرحمها وكاري معناتها شوف انت يا انس نتعلموا كما قلت لك نتعلموا من الدنيا هذه نتعلموا برا باش المره الجايه باش واحد يعرف كيفاش يحط ساقيه. تعلمت انك ما تعطيش ثقه في المواطن من طريق منك انت من اللي تشوفه في المجتمع. الكل لا اما فما عباد نعطي فيها الثقه اللي هي بنتي
وام مرتي ثقتي فيهم تام. اليوم ام مرتك بعد وفاه مرتك عايشين مع بعضكم معاها ويرحم والديها بالمناسبه هذه حياها وان شاء الله ربي يشد في صحتها ويبقى عليها الستر ويفضلها. مرتك قداش عندها من توفى؟ مرتي عندها من الثوره 2011. وبنتك تو عمرها قداش؟ 18 سنه. الله يرحمها توفت وفاة. تعيش وترحم. ايش مرضت في الكورونا ما قلت كورونا مرضت في الثوره. الله يرحمها. في الولاده. لقيت روحك اليوم معاناة وحدك تعاني وحدك تربي وحدك. لا مش نكذب لا معايا ام مرتي ربي يبارك لها. عايشة فهمت؟ اليوم نعيشوا في وقت صعيب برشا وقت المتحايلين بارتو وقت الناس مش متربية بارتو كيفاش نجموا نعيشوا في مجتمع كيف ما هكا؟ تحط قطنا منا قطنا منا وديما تمشي وحتى كي واحد يسمع كلمة ولا يقول لك كلمة تسمع وتتعدى على روحك ما تعتمش اعتبار حتى واحد خاطر ثم عباد ما تستاهل باش تقف تحكي معاه ثم عباد مجودرة سامحني بالكلمة معاملة فهمت كيما قلت صديقي اش تعلمت من الدنيا ذي ومن صعوبيتها ما قريت انسان بسيط جدا خدمتك على قدح روحي وفي المستقبل نستكفى بروحي ما عادش ندخل روحي في مع خايبة مريقل تفهمنا؟ تعلمت زاد تضحي على خاطر بنتك اللي لازمك توصلها ولازمك تقبل وتخدم الخدمه اللي جايه. عرق جبيني وبالحلال ونوكلها بالحلال والحمد لله. صحيح مبلغ بسيط لكن ما نحلل فيها رب. لكن صعيبه شويه هي اليوم مع الغلاء مع كراء اذا كان كراء مع قرايه بنتك اذا كانت تقرا. تقرا بفلوس كلها فلوس كلها فلوس. كلها فلوس كلها فلوس كلها فلوس. كل شيء بالفلوس، تجي تضحك توا بالفلوس، وتقول له السلام عليكم، يقول لك هات 5000. نعم تصور ويقول لك خش تخلصني؟ اي كل يوم تخلصني. لا ما خلص يرحم والديكم وربي يبقى عليكم الستر. طالب منك حاجة برك، ما تفبركهاش وما تعمليش. كيف ما هو سيدي. كيما هي، ولا ما تعمليش هيك الكوركتير ولا هيك الحكايات. المونتاج هذاك هو باش نفصل لك هي مناسبة حتى باش اللي يسمع فينا، هذيك فما مواقع عاملة نسيت شي يسموهم بالضبط يدخلوا للقنوات ويدخلوا لشان يوتيوب وكذا يقصوا هما اللي يقصوا مش معناها مثلا اللي احنا مثلا خدمتنا هذه تتعدى كيف ما هي. طالب منكم هاني حكيت لكم انا وديما نعرضكم وفي اي وقت واي دقيقه واي لحظه واي مناسبه نحكي لكم لكن ما تشوهوش. ثاني مره نشوفوا. اي بيصير. العفو صديقي العفو صديقي. مره. وان شاء الله ربي يفرجها في وجهك وان شاء الله بنتك تفرح بها. ربي يبقى لك ستر. بنتك تقرا هي. اي. فشنو ان شاء الله العام الجاي 9 اساسي. تسعة اساسي عودة برشا لا لا ناجحة لا لا مش 18 عمرها مازالت ما دخلتش في 18 قلت لك داخلة 18 اما مازالت ما عملتش 18 في مخها باش تكمل قراية باك وكذا انا ما قلت لها كمل قراية تحب تخرج طبيبة تحب تخرج طبيبة معادلة قداش؟ في حدود 15 16 17 ان شاء الله ربي ينجحها امين يا ربي وفضلك انت ان شاء الله ربي يخليك